مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مستشارك الطبي. النهاردة حلقة جديدة وإفادة جديدة ومستشار جديد. موضوع النهاردة مهم جدا للغاية. النظر من أهم النعم اللي أنعم بها الله على الإنسان، علشان كده مهم جدا قوي نحافظ على العين من أي مخاطر. ومن أهم المخاطر اللي بتعرض لها العين هي انفصال شبكية العين. دي النقطة اللي هنركز عليها في حلقتنا النهاردة. هنعرف أكتر عن انفصال شبكية العين وأعراضها ومخاطرها ومضاعفاتها من خلال ضيفنا اللي مشرفنا النهاردة في الاستوديو، دكتور أحمد خطاب، استشاري طب وجراحة العين. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور، مشرفنا دايما في الصحة والجمال. ربنا يخلي حضرتك، كل سنة طيب وأنت طيب والصحة والسلامة. المشاهدين بخير إن شاء الله. أنت طيب يا دكتور. دكتور، بداية قبل ما نتطرق في الحديث عن الأعراض وأسباب شبكية العين، حابين يعني نذكر للمشاهد تعريف بسيط للشبكية نفسها. تمام. هو احنا كنا قلنا قبل كده ان الشبكيه هي الجزء الغلاف الداخلي للعين، اللي هو الغلاف الحساس والعصبي اللي هو بيستقبل الصوره ويجمعها ويبدا يرسلها للمخ عن طريق العصب البصري، اللي هو فعليا اللي بيرى الاشياء هو المخ. يعني الشبكيه هي مستقبل الصوره وترسل بالعصب البصري الى المخ. فهي عبارة عن نسيج رقيق كده سمكه حوالي نص ملي. النص ملي دوت فيه 10 تدوار كده، زي العمارة اللي ارتفاعها 10 تدوار، واخد بال حضرتك؟ سبحان الله. الخلايا بقى دي اللي هي في العشر تدوار دي والتوصيلات اللي بينها، هي وظيفتها ان هي تستقبل الصورة وكمان تقعد تظبط لنا في الصورة دي وتحسن من جودتها لحد ما تنقل عن طريق العصب البصري. فهي بالظبط كده الشبكية. كمان لما نيجي نقسمها، هي في 9 طبقات او 9 ادوار الفوقانيين، ودور تحت الدور اللي هو الارضي ده يعتبر دوت مسؤول عن تغذية الخلايا دي وتحسين وظيفتها والاهتمام بيها ورعاية هذه بقية العمارة. يعني الخلايا دي يا دكتور لو حصل فيها اي حاجه تاثير، بالتالي بتاثر على انفصال الشبكيه، ممكن تؤدي لانفصال الشبكيه. هو الانفصال بقى الشبكي هو عباره عن ان ان الشبكيه دي بتنفصل من مكانها، تسيب مكانها الطبيعي. يعني الغلاف دوت يصبح فيه فاصل بين الشبكيه والطبقه المغذيه اللي تحتيها، فبالتالي الشبكيه بتفقد ناحيه التغذيه بتاعتها، بالتالي تاثر على وظيفتها بقى ان هي ما عادتش قايمه بوظيفتها مظبوط. يعني الانفصال هو عباره عن ان الشبكيه خرجت من مكانها، بتحرك، بتروح من مكان، بتنقل من مكان لمكان. اتحركت من مكانها واصبح في منفصل عن المكان اللي بيديها التغذيه، فبالتالي تغذيتها مش مظبوطه، فبالتالي وظيفتها مش مظبوطه. بس ده مترتب في الاول وفي الاخر على الخلايا اللي هي اللي هم مثلا هم ال 10 ادوار دول في الاول، ده مترتب عليها؟ ما هم دول تغذيتهم من الطبقه اللي تحتيها اللي هي بيسموها الطبقه المشيميه. يعني هي العين عباره عن 3 طبقات. ايوه تمام. الطبقه الخارجيه للحمايه واللي بيسموها الصلبه اللي هي البياض بتاع العين. ثم الطبقة الوسطى دي طبقة من الأوعية الدموية عشان تغذي الطبقة اللي هي بقى الحساسة اللي جوه، اللي هي الشبكية اللي بيتم الحفاظ عليها. يعني من أهم، يمكن يعتبر من أهم 3 طبقات دي اللي هي الطبقة الشبكية اللي هي الشبكية دي هي هي الوظيفة الأساسية للعين، اللي هي تستقبل الصورة وتستقبل الإضاءة وترسلها إلى المخ. فإذا هي دي الوظيفة ما عادتش مظبوطة، يبقى العين هي عبارة عن شكل بس، يعني ما تبقاش فيها يعني لو الشبكية فعلية. لو الشبكية جرى لها حاجة، فبالتالي الطبقة اللي قدامها والطبقة اللي هي الأولانية دي خلاص كده، ما خلاص هي العين هتبقى بالظبط، هتبقى العين بقى شكل بس، مجرد شكله وخلاص بس. إنما كوظيفة هي الشبكية اللي بتقوم بكل الوظيفة، وبالذات طبعا اللي هو مركز الإبصار، هو يعني دي جزء من الشبكية في النص بالظبط. مركز الإبصار هو المسؤول عن دقة الرؤية، يعني تفاصيل الملامح وكل التفاصيل اللي احنا بنشوفها بتتجمع على مركز الإبصار بالذات. الشبكية دي دكتور بتتكون من ايه؟ يعني ايه الأجزاء بتاعتها، أجزاء الشبكية دي؟ احنا قلنا ان هي مكونة من كذا طبقة، حوالي 10 طبقات كده. الطبقات دي عبارة عن خلايا. أول زي طبقة زي ما قلنا الدور الأرضي دوت هو لتغذية الشبكية وعمليات البناء بتاعت الخلايا اللي فيها وتجديدها. تاني طبقة اللي هي الطبقة الحساسة للضوء، اللي هي بيسموها المخاريط والعصي، دي عبارة عن خلايا
معمول ربنا عاملها سبحانه وتعالى ان هي تبقى حساسه للضوء وللالوان، وهي دي اللي بتجيب لنا تفاصيل الصوره. ثم بعد كده لما هي اللي بتبان الملامح كلها، بالظبط الالوان وتفصلها وبين كل حاجه، كل الرؤيه اللي احنا شايفينها والالوان الجميله والمناظر الجميله اللي احنا بنشوفها دي هي بالاساس من الشبكيه من الخلايا دي يعني. بعد كده بقى في خلايا تانية وظيفتها تجميع الصوره وتظبيطها بقى، يعني ان احنا نظبط الامور ونحسن الجوده بتاعت الصوره دي تعمل لها فوتوشوب. بالظبط حاجات كده يعني نشيل العيوب العيوب اللي هي بتبقى في الصوره والتشوهات وكده، وبنحسن الموضوع بحيث ان هو يوصل للمخ فيلاقي المنظر جميل قدامه.